يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ نورت يا روح عيني يا قلبي من جوا. يا سلام يا ولاد، والله ما انا عارفه اعمل ايه، ارقص ولا زغرد. ايه انت فاكره ايه؟ خلاص فاكرة ان انا كنت هشيل الليلة دي لوحدي ولا ايه؟ ولا كنت فاكرة انك انتي مش هترجعي السجن ده تاني؟ ها؟ ابعدي عن وشي وسيبيني في حالي، سامعة؟ حالك؟ حالك بقى معايا، ومن هنا ورايح انا اللي اقول حالك ده يبقى شكله ايه؟ وحياتك يا كريمة، وحياة رميتي في السجن ده زي الكلبة، ما اخلي يوم يعدي عليكي إلا وهتتعذبي فيه، سامعة؟ عايزة إيه؟ أنت عايزة إيه يا سينا؟ عايزة إيه؟ عايزة أنا أروح المحكمة وأقول للقاضي أنا اللي قتلت محرم؟ حاضر يا ستي، هروح له وأقول له أنا اللي قتلت محرم، بس ابعدي عني بقى، ابعدي عني. لا خوفتيني. بقول لك إيه؟ أنت فاكرة الشويتين دول هيخلوا عليا ولا إيه؟ لا، وأنا بقى القاضي لو ما حكمش عليك بالإعدام، في اللي حكم عليك بالإعدام خلاص، مستني بس، فاهمة؟ يا محسن. نعم. بقول لك إيه، هاتي تليفونك دي شوي. أنت مش عارفة إنه ممنوع؟ أنت عايزة توديني في داهية؟ معلش دقيقة بس. دي واحدة ما تأخريش. هي دقيقة، أنا مش هحتاج غيرها. هاتي هنا. الو الو، ايوه يا ست الكل، ايوه نسينا، هي شرفت هنا عندي في العنبر. ايوه اعملي انت اللي قلتي عليه، وانا هخلي لياليها كلها اسود من قرن الخروب. عناية. حاضر. سامية، سامية استني بس، عرفين بس ابعد عني، لا صوت ولم عليك البلد كلها. تصوتي وتلمي البلد على جوزك حبيبك؟ جوزي حبيبي؟ ابعد عني، انا مش طايقة نفسي. ليه بس؟ حصل ايه؟ هتقعدني فين يا محروس؟ هتقعدني عند فتحي ولا عند جبرية؟ وغلاوتك، وغلاوتك اللي يكون عندك بيت النهاردة يتحلف بيه في البلد كلها. بيت منين يا راجل يا كذاب يا ضلالي؟ بقى انت عندك مزارع فاكهة؟ انت بتاخد جناين من بابها؟ ما هيحصل، هيحصل، بس الصبر، الصبر، العجلة من الشيطان. عجلة ايه والشيطان ايه؟ ده انت الشيطان ذات نفسه. اصبر لحد امتى يا محروس؟ لحد ما الاقي نفسي قاعدة في الشارع؟ يا بت، يا بت، هبيع العربية ونشتري بيت. يا سلام، ولما تبيع العربية ونشتري بيت هناكل ونشرب منين؟ هنفتح حتة قهوة صغيرة، هتأكلنا الشهد. حاكم البلد دي ما وراهاش حاجة غير القعدة على القهوة. يا بنت صدقيني بقى. ومين بقى شملول اللي هيقف في القهوة، أنا ولا أنت؟ لا أنا ولا أنتي، هنجيب حد يديرها وأقعد أنا وأنتي بقى نلم الغلة، أنتي تاخدي الخمسات وأنا آخد الخمسينات. خمسات وخمسينات؟ روح يا شيخ، إلهي يبتليك بكورونا. الله 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 الله، بتدي عليا ليه دلوقتي؟ ما أنا حليتها لك. حليتها فين ده؟ أنت عقدتها أكتر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محروس. يا خيبتك يا سامية، يا حظك الأسود يا سامية. أروح فين وأشكي لمين؟ عرفتي بقى إن مالكيش غيري؟ يا بت فهمي، هتروق وتحلى والله. تعالي بس، تعالي. أوعى. تعالي بس. ابعد عني. لا يا بت تعالي. أوعى، أنا داعي عليك. أهلا يا جينا، الواد فين؟ جت عمتي أخدته، ما تقلقش إن شاء الله هتطلع بالسلامة. إن شاء الله يا مروان، أنا راضية بحكم ربنا. ونعم بالله. أنا عايز أعرف أنت جايبة القوة دي كلها منين؟ أنا القوة دي كلها جايبها من عند أبويا الله يرحمه. لما كنت صغيرة كان بيجيني ليلة رمضان بيقول لي يا زينب بكرة رمضان انتي هتصومي؟ كنت بتكسف بقول له يا بابا انا هحاول، كان بيرد عليا يقول لي لا يا زينب انتي كبرتي دلوقتي
ولازم تصومي. كان كل صحابي بيصوموا لغاية الظهر وفيهم شوية بيصوموا لغاية العصر، بس أنا كنت بصمم عشان أصوم لحد المغرب. عارف ليه؟ عشان أنا وعدت أبويا، كنت بابا عطشانة قوي وجعانة قوي، بس بقول معلش يا زينة استحملي هتقدري، لحد ما صمت اليوم كله. أول يوم صمت فيه رمضان كنت فرحانة قوي يا مروة، وجريت على أبويا قلت له يا بابا أنا قدرت وصمت لغاية المغرب. قال لي برافو يا زينب، طب قوليلي وانتي صايمة كنتي جعانة؟ قلت له آه. قال لي كنتي عطشانة؟ قلت له آه. قال لي هي الدنيا دي كده، عشان تدينا الحلو لازم تعطشنا وتجوعنا، بس احنا لازم نستحمل ولازم نقوى، عشان اللي بدأ حاجة لازم يكملها لغاية الآخر. يا زينب فكرتيني وانا صغير، كنت راسم لنفسي صورة حلوة قوي، كنت شايف ان انا هكون اغنى واحد في الدنيا دي كلها وابقى حاجة عظيمة قوي، كنت شايف كمان ان انا كان عندي اخت كبير قوي في البحر، كنت لابس شورت وسجار في بقي زي بتوع روكسي. هي دي الصورة اللي أنا كنت شايفها طول عمري، بس أنا وأنا صغير كنت عيل مجنون. لما كنت أدخل الأفلام بتاعت الرعب وأشوف الناس بتتكهرب كان شعرهم بيوقف، كان شكلهم حلو قوي 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 يا زينب، قلت أجرب، رحت حاطط يدي في الفيشة وهي في الكهرباء، اتنطرت مترين يا زينب، رحت لحد المراية أشوف شكلي شعر وقف ولا لا يا زينب، وكل كوم وحكاية الكورة دي كوم تاني. العيال وهي صغيرة كنت بشوفهم هما بيلعبوا كورة، خدوني مرة معاهم ألعب، روحت نزلت الملعب أمرح وأروح وأجي يمين وشمال، والله العظيم يا زينب لا كنت أعرف يعني إيه فاول ويعني إيه بلن ويعني إيه حكم ولا أي حاجة، وعشان ما يزعلوني شيء قالوا لي وقف جون. هيبه راجل واقف كده بين ثلاث عرضات، واحده فوق واحده، فاهمه يا زينه؟ هي دي الكارثه يا زينه، دخل فيا سبعه جوان. ايوه كده اضحكي، نفسي اشوف ضحكتك دي على طول. مروان مش عاوزك تنسى وعدك ليا. عمري ما هنسى يا زينب، صدقيني عمري ما هنسى. يلا. ايه؟ رايحة فين؟ عاوزة أشوف نوح، أطمن عليه. حبيبتي أنت يا زينب. يلا. ايه؟ لا إله إلا الله. ده أنا كنت واحد عبيط جدا وأنا صغير.